تتماشون وياها تباعا، انت لا تتراكم عليكم بالامتحان. طبعا احنا المحاضرة الثانية اللي هي تقريبا نفوت بالامور الشرحية، بدينا من الدايد لوجيك اللي هي تعتبر مادة مستواها من الكورس، نقول السنة الأولى الدراسة مالتكم. فراح نفوت بالآر تي ال اللي أخذنا الترانستر ريزيستنت ترانستر لوجيك، واللي هي أخذنا السنة اللي فاتت شرح كثير عن الترانستر وكيف إنه نقدر نستغله كمكبر. إحنا راح نستغله كسويتش إما أوف أو أون، يعني راح نحاول إنه نشتغل بمنطقة كت اوف والساتوريشن. طبعا ابسط دائره لاداره الانفرتر بالار تي ال هي كما موضحه بالشكل امامكم، عندنا مصدر في سي سي واللي هو يعتبر قيمته قيمه الون لوجيك عموما بالنسبه لهذه الدائره، والزيرو لوجيك احنا لهذه الدائره راح يساوي كقيمه فولتيه قيمه الترانستر قيمه الفي سي اي عندما يكون ترانستر ساتوريشن. عموما اذا ما تعطى بالاسئله قيمه الفي سي اي ساتوريشن معناها هي 0.1 مثل ما احنا اخذناها بالسنه السابقه. وبالنسبه للفي بي اي متى تكون فورورد اكتف؟ عندما تساوي 0.7 احنا اخذناها عموما مثل السنوات السابقه. بالساتوريشن لا، راح ناخذها قيمتها 0.8 اذا ما ذكر خلاف ذلك. طيب راح نبدا بالبدايه ونشوف انه عندنا ار سي، عندنا ار بي، وعندنا الفي اوت اخذناه من الكوليكتر، والانبوت دخل على الار بي ثم على البيس. بالادخال اذا كانت الفولتيه قيمتها صفر لوجيك، واللي هي خلينا ناخذ قيمتها صفر فولت، معناها الفي بي اي لحد الان ما وصلت الى ال 0.7، معناها ما صار اكتف، معناها هو بالريفيرس اكتف، والفي بي سي مباشره هو بالريفيرس اكتف، معناها الترانسفير كله هو بمنطقه الكت اوف. فمعناها تيار الاي سي يساوي صفر، اذا كان تيار الكوليكتر يساوي صفر معناها الفولتيه الهابطه على طرفي الار سي هي ايضا صفر، معناها الفي اوت يساوي في سي سي واللي هي تمثل الفي اوت هاي اللي هي كرموز اخذناها قيمه الوان لوجيك. طيب متى ما وصلت قيمه الفي ان، قيمه الفي بي اي فورورد اكتف واللي هي عموما 0.7 ناخذها احنا، وراح نسميها في بي اي فورورد اكتف، معناه هنا بدا الترانستر دخل من منطقه الكت اوف الى منطقه الكوندكتنج اللي هي الاكتف اللي هي كنا نستخدمها كمكبر، معناها بدا يمر اي بي، بدا يمر بس عند هذه النقطه بعده صفر، استو راح يبدا يمر تيار، معناها استوى الاي سي راح يظهر عندنا تيار اي سي، وبالتالي قيمه الفي اوت راح تبدا تقل لانه كمعادله راح تساوي الفي اوت قيمه الفي سي سي ناقصا الاي سي في ار سي. طيب هذا الهبوط والميل ما يعتمد على قيمه الار سي اكيد. طيب وراح يبدا يزداد، كل ما زادت الفي ان يزداد الاي بي، وكلما زاد الاي بي زادت قيمه الاي سي، وبالتالي قل الفي اوت لحد ما حين قيمه الاي بي وصلت الى قيمه تساوي اي سي سات او اي سي اتش اوف ساتوريشن على البيتا. طيب احنا راح نلاحظ انه بالعلاقه بين الفي اوت والفي ان، انه بعد ما وصلنا الى فولتيت الفي ان لو واللي هي تمثل الفي بي اي فورورد اكتف، بدا الترانستر دخل بالفورورد اكتف وبدات قيمه الفي اوت تنزل، وراح تظل تنزل الى ما تصل الى قيمه الفي ان، قيمه الفي ان هاي واللي هي الفولتيه اللي تخلي الترانستر يدخل بمنطقه الساتشج، معناها من الفورورد الى الساتوريشن. هذه النقطه تسمى ايج اوف ساتوريشن. عند هذه النقطه احنا بين المنطقتين، بين الفورورد اكتف وبين الساتوريشن. طيب قيمه التيار هنا راح يساوي بالتاكيد قيمه تيار الاي سي راح يساوي قيمه الفي سي سي ناقصا الفي سي اي سات على الار سي. طيب هذه النقطه اللي هي ايج اوف ساتوريشن بامكاني انه اني اوجد قيمه الاي بي، لانها انا لحد الان ما خرجت من منطقه الاكتف بين الاكتف والساتوريشن، بما معناه اني بامكاني اوجد قيمه الاي بي بهذه النقطه عند الفي ان هاي، فممكن نقول انه هي تمثل الفي سي سي ناقصا الفي سي اي سات على الار سي. وقسمه البيتا، البيتا عاده نحن نعرف البيتا فورورد
تستخدم بس منطقة الأكتف، ونحن لحد الآن ما خرجنا منها فنستخدمها. فالـ ICH of Saturation قسمة البيتا فورورد راح يطلع الـ IV بهذه النقطة، وبإمكاننا بعدين نسوي كيرشوف ونوجد الـ VN High، هي قيمة الـ VN اللي تخلي الترانسفيرس دخل بمنطقة الساتوريشن. فراح نقول هو كعلاقة الـ VN High راح تساوي VBE Saturation في الـ IV مضروبا في الـ RV، يعني زائدا IV في RV اللي هي كيرشوف الفولتية. هذه هي قيمة الـ VN High. طيب ما بعد هذه القيمة، مهما زيدنا من قيمة الـ VN فيبقى ترانسفير هات ساتوريشن، وتبقى الـ VOUT تساوي VCE sat، وحتى لو وصلت قيمة الـ VN قيمة الـ VOUT High اللي هي الـ 1 logic، واللي هي بهذه الدوائر تمثل الواحد أو الخمسة فولت إذا أخذناها كفولتية. أكو فاكتور هنا إحنا نعتمده، واللي هو يعتمد على الاي بي عند الايج اوف ساتوريشن والاي بي عندما الفي ان تساوي 1 لوجيك. الاي بي عند الايج اوف ساتوريشن هي اول ما دخل ترانسفير منطقه الساتوريشن. هنا احنا عندنا الاي سي ايج اوف ساتوريشن يساوي الفي سي سي ناقص الفي سي سات على الار سي قسمه البيتا فورورد. هذا الاي بي ايج اوف ساتوريشن. الاي بي عند ما يكون الادخال 1 لوجيك راح يساوي مثل 1 لوجيك جت، هي هاي الدوائر نعتبرها 5 فولت اذا كانت الفي سي سي 5 فولت ناقص الفي بي سات على الار بي. طيب الفاكتور لازم دائما يكون، بما انه الايج اوف ساتوريشن هو بالبسط لازم يكون دائما اقل من واحد، من اجل انه اني اضمن انه اني دخلت بمنطقه الساتوريشن عند الديزاين راح يصير عندي. واذا اخذناها واحد نحن كانه عند حافه الساتوريشن، واذا اخذناها اكبر من واحد معناها اصلا الترانسفير ما دخل بمنطقة الساتوريشن، معناها حتى الديزاين معنا ما راح يعتبر صحيح. طيب راح ناخذ انت بالارقام هذا مثال اللي نشوفه، منطينا الفي سي سي 5 فولت، منطينا الفي بي اي ساتوريشن 0.8، منطينا الفي سي اي ساتوريشن 0.2، البيتا فورورد 60، ار بي 10، ار سي 1، والفي بي اي فورورد اكتف 0.7. طيب عموما اذا يريد من عندي ايجاد النويز مارجن معناها اني لازم اوجد كل هاي النقاط اللي هي الاربعه اللي موجوده بالفولتج ترانسفير كاركترستيك واللي هي البي اوت هاي. وبهذا السؤال لانه ما عندي لود اصلا، نحن مباشره اصلا نعتبرها قيمتها في سي سي تساوي 5، والفي اوت لود تساوي في سي اي سات مباشره قيمتها منطيني السؤال في سي اي سات 0.2، والفي ان لو مباشره تساوي في بي اي بالفورورد اكتف واللي هي هنا بالسؤال مالنا 0.7. بقى عندنا بس الفي ان هاي واللي هي قلنا وجد التيار بالايج اوف ساتوريشن ونقسمه على بيتا واللي هو يساوي في سي سي ناقص في سي اي سات على ار سي قسمه البيتا في ار بي طلع الفولتيه على الار بي زائدا في بي اي سات طلعت الفي ان هاي. هنا بالسؤال هاي الارقام تطلع بهذا الشكل، الفي ان هاي طلع 1.6، وبالتالي النويز مارجن هاي والنويز مارجن لو قانون مباشره نعوض القيم ونوجد النويز مارجن هاي والنويز مارجن لو. رح نجي على مسألة الفان اوت. الفان اوت عادة هي تمثل إذا كانت تمثل عدد الدوائر المتماثلة اللي ممكن تربطها أنت على الدائرة مالتك اللي هي دائرة الدرايف بدون أن تأثر على عمل الدائرة. طيب لو نجي على الشكل اللي موجود أمامنا راح نلاحظ أنه عندنا دائرة الدرايف واضحة هي دائرة الدرايف، ثم دائرة تماثلها وأكو إدخالات آر بي 1 داش ار بي 2 داش الداش عاده نحن نمثله جيت اللود، يعني اي مسمى عليه داش معناه هو انت تتحدث على دائره دوائر اللودز. بعدنا ان من الدوائر وعندنا الفي اوت لدائره الدرايف هي اكيد راح تساوي الفي ان لدائره اللودز اللي في ان داش. عموما نحن راح نعرف ان اذا كان عندنا اخراج دائره الدرايف صفر معناها الدوائر اللوز كلها الترانسفيرات مالتها اوف، معناها ماكو تيار عايز، معناها ممكن انا اربط اين من الدوائر اذا كان عندي الاخراج دائما لو. لكن لا عندنا، لو كان عندنا اخراج مالنا 1 لوجيك لا هنا المساله، وكل ما اني ازيد عدد اللودز راح يصير عندي كانه مثل الفولتج ديفايدر وتبدا فولتج الاوت تقل. اكو حدود لهبوط الفي اوت هذه
الحد المستخدم عادة بالكتب هو أنه الفي أوت لازم ما تنزل عن قيمة الفي إن هاي، واللي إحنا أخذناها كأنها سنرجع على الرسم هذا. الفي إن هاي هي أقل فولتية إدخال تخلي الترانستر يدخل بمنطقة الساتوريشن. هذه إحدى الحدود مال الفي أوت اللي أني ممكن أستخدمها اللي تمثل أقل قيمة للون لوجيك بإدخال دائرة اللوتس. او انه اني استخدم فاكتور اخر انه اني اعتبر انه النويز مارجن هاي زائد النويز مارجن لو، واخلي المنشوب الوحيد هو الفي اوت هاي وابدا اطلع قيمته وابدا احل على هذا الاساس. طيب الدوائر اللونز هذه اللي هي بهذا الشكل لو نجي نضحك عليها كتبسيط، قلنا اذا كان عندي الفي اوت وان لوجيك لدائره الدرايف معناها الدوائر اللي كلها ترانستراتها تكون بالساتوريشن ريجن. اذا كانت بالساتوريشن ريجن كانه انا راح امثل الفي بي اي مصدر فولتيه قيمته في بي سات، وراح يكون الشكل كما موضح. عندنا ان من هذه الدوائر ار بي مع في بي اي مصدر فولتيه. هذه الدوائر كلها ممكن انه اني ابسطها الى الشكل اللي كما في السهم موضح، مصدر واحد في بي سات ومقاومه تساوي ار بي 1 او ار بي داش على ان، ان من الدوائر عندي، فراح تكون قيمتها ار بي على هذه ممكن انه انا اوجدها. طيب هسه نجي على التيارات. التيارات عموما الترانستر درايف هو اوف لانه البي اوت هو 1 لوجيك، فالترانستر اوف، فتكون الشكل مثل ما وضح الترانستر حتى شلته باعتبار انه هو اوبن كت اوف ريجن، فراح يكون عندي التيار اللي خارج من دائره الدرايف باتجاه اللودز راح يمثل الاي اوت، والتيار داخل لكل فرع من الفروع يمثل اي ان داش كل فرع، وعندنا ان من الافرع، فالعلاقه راح تكون حسب العقده انه اي اوت يساوي ان من الاي ان داش باعتبار انهما متماثلين بالقيمه. طيب نجي على الاي اوت مباشرة بتطبيق قانون كيرشو، ال في سي سي ناقص الفي اوت على الار سي. طيب الجهة الثانية الاي ان داش لكل فرع راح يمثل نفسها اللي هي الفي اوت هاي لان تساوي الفي ان، فهي الفي اوت ناقص الفي بي سات على الار بي، هذا لكل فرع. فنجي المجهول الوحيد بالعلاقة مالتنا هو الفي اوت هاي، وهذا احنا نوجده اما نوجده يساوي في ان هاي، اما نوجده من قانون النويز مارجن هاي يساوي نويز مارجن لو، على هذا الاساس نوجد الفي اوت هاي مينيمم ونعوضه بالمعادله اي اوت والاي ان داش ونطلع قيمه الفان اوت. هنا انا بعطيكم قيم، و كنت اريد من عندكم ايجاد الفان اوت، طبعا هاي بالمحاضره الثانيه هو محلول راح نشوفه منين. فمنطيكم قيم ويقول لك اوجد الفان اوت مره عند البي اوت هاي يساوي في ان هاي، ومره عند النويز مارجن هاي يساوي نويز مارجن لو. هذا راح نشوفه بالمحاضره الثانيه. وعندنا مساله الباور ديسيبيشن. الباور ديسيبيشن هو مقدار ما تصرفه الدائره او معدل ما تصرفه الدائره للحالتين 1 والحاله 0، وحسب عدد جدول الواقع عدد الاصفار وعدد الواحدات ايش قد راح ناخذ كريشيو ونسبه مئويه. لانه احنا دائرتنا هنا عندنا انفرتر، فمعناها انه هذه الدائره مالتنا دائره الانفرتر اما اخراجها واحد او صفر. نرجع على جدول الواقع راح نلاحظ في ان مع في اوت، في ان صفر واحد اخراج واحد صفر، حالتين حالتين فقط بالاخراج مره صفر مره واحد، وعدد الحالات للواحد راح تعتبر 50% وعدد الحالات زيرو تعتبر 50%. اذا اني اشتق الباور ديسيبيشن للواحد 50% وللصفر هم 50%، راح يصير عندنا القانون كهذا الشكل. مجموع التيارين مره عندما الاوتبوت هاي ومره عندما الاوتبوت لو مجموعهم على اثنين صار المعدل كل واحد 50% مضروب في الفي سي سي طلع الباور. طيب نيجي على مساله التيار. التيار هو الباور ديسيبيشن هو ما يصرفه المصدر البي سي سي من قدره، فراح يساوي التيار في الفولتي اكيد، وراح نيجي على كل تيار على حده. التيار عندما يكون الاخراج لو
معناه حتى لو عندي لود او ما عندي لود، ماكو تيارات باتجاه اللود، لان الترانسفرات مال دوائر اللود هي اوف، فراح ما تتغير باللود والنو لود، وراح تساوي دائما عندما يكون الاخراج مالي زيرو لوجيك معناها ترانستر مال درايف هو بساتوريشن، واطبق مباشره كيرشوف في سي سي ناقص في سي اسات على ار سي. من يكون عندي الاخراج 1 لوجيك، اذا ما كان عندي لود معنى ترانستر الدرايف اصلا هو اوف، فماكو تيار. لكن اكو تيار عندما يكون عندي ايش؟ عندما يكون عندي لود، راح يمر التيار حسب ما عندنا بالشكل الاعلى، انه عندنا كم عدد من الافرع او الدائره النهائيه، راح مباشره راح نقول في سي سي ناقص في بي اسات على مجموع المقاومتين اللي هي ار سي زائد ار بي على ان، والان هو راح يحدده بالسؤال يوضح لك اياه وراح تعوضها. طيب الهوم ورك الاخر هو هذا هوم ورك، هذا كان شرحه، وبعدين الهوم ورك الثاني يمثل ايجاد الباور ديسيبيشن، وهم منطق مره عند النولود فرع اي وفرع بي، يقول لك اذا كان الفان اوت 2 يعني الان 2. طبعا احنا ناخذ ابسط دوائر البيسك ار تي ال لوجيك، راح نشوف الناند والنور. راح نشوف الناند عندنا الار سي مشترك، نفس الشيء بالحالتين الار مشترك، لكن الترانسفرات كانه هي سيريز، تيار اللي يدخل بالكوليكتر ويطلع الايميتر، يكمل طريق باتجاه الترانسفر الثاني الكوليكتر والايميتر، احنا راح نسميها سيريز. بشكل مبسط راح نعتبر انه الترانستر راح يكون شورت ما بين الكوليكتر والايميتر متى ما كان ادخال البيس ماله الفي ان ماله 1 لوجيك، وراح يكون اوف يعني مفتوح او كانه ما موجود اذا كان الفي ان ماله يساوي زيرو لوجيك. فنجي على هسه دائره الناند ونشوف احنا عندنا ترانسترين سيريز مع الارضي ما بين الفي اوت والارضي، هذا اذا كانوا اثنيناتهم شورت معناها بهذه الحاله الفي اوت راح تساوي بالتاكيد صفر اذا اخذناها كلوجيك، واذا كان واحد من عندهم زيرو والاخ 1 الادخال ماله معناها واحد راح يكون اوف والاخ 1 معناها هم الدائره بقت مفتوحه بين الاوت والارضي، في اوت والارضي معناها هم راح يبقى الفي اوت هنا تساوي في سي سي، واذا كانوا اثنيناتهم زيرو الادخال مالهم فالترانسترين اوف، ومعناها هم من الفي اوت ما مربوط مع الارضي معناها هو راح يساوي في سي سي. اذا حاله واحده عندنا الاخراج يساوي صفر متى ما كان الترانزستورين اثنيناتهم شورت معناها ادخالهم اثنيناتهم 1، اذا متى ما كان الادخال 1 1 راح يكون الاخراج بهذه الحاله الوحيده صفر، اذروايز الاخراج 1 لوجيك. طب نجي على الدائره الثانيه اللي هي الترانزستورين على التوازي، هنا عندنا اي ترانزستور كان شورت مع الارضي راح يصير في اوت زيرو لوجيك، اذا واحد عندهم ادخاله 1 راح يكون الاخراج صفر، واذا كانوا اثنيناتهم ادخالهم 1 هم من الاخراج راح يصير عندنا شورتين توازي بين ما بين الفي اوت والجراوند، فراح يكون الفي اوت هم زيرو لوجيك. اذر وايز بس حاله واحده يكون بها الفي اوت يساوي في سي سي متى ما اثنيناتهم اوف، هاي الحاله الوحيده راح يكون الفي اوت هو يساوي في سي سي. هنا انطينا ديزاين على هذا الغرار انه تستغل شلون عرفنا النور والناند، انه توجد الفانكشن الاوتبوت يساوي اي زائد بي بين قوسين دوت سي. هذه كانت الأولى، راح نروح على المحاضرة الثانية، العفو المحاضرة الثالثة يعني بالأرقام كانت الثالثة، لأن الأولى كانت مجرد قوانين و يعني شرح وحفظ لتعريف كأنه، فهذه المحاضرة الثانية. بهذه المحاضرة احنا دخلنا بمسألة كانت ماخذيها بالمرحلة الثانية، واللي هي الترانستر ايش اقدر اعتبره حسب المنطقه اللي اشتغل فيها. كنا ماخذين الكت اوف وشرحنا عليها تقريبا في هاي المحاضره السابقه، قلنا اذا يكون كت اوف راح نعتبره ما موجود كانه الترانستر والنقاط الهواء مثل ما شفناها ما مربوطه مع بعض. اذا كان ساتوريشن ممكن اعوضه بهذا الشكل، مصدرين واحد في بي اسات والاخر في سي اسات بهذا الشكل ما بين البيس والايميتر والكوليكتر، هذه هم من احنا ممكن انه نحتاجها. بالاكتف هنا احنا في المرحله الثانيه متى ما يكون عندنا البي سي ريفيرس والبي اي فورورد،
هنا كان عندنا انه نقدر نستخدم البيتا فورورد، وقلنا البيتا فورورد هي الريشيو بين الاي سي والاي بي، وعندنا قانون عام اي ايميتر يساوي اي بي الاي سي، وممكن انه اصل الى الاي ايميتر يساوي 1 زائد الفورورد في اي بي. الحاله الجديده اللي راح ناخذها هاي السنه ونحتاجها ببعض الدول راح نشوفها ان شاء الله لاحقا، انه اذا كان عندنا البي اي ريفيرس والبي سي فورورد، هنا يسموها ريفيرس اكتيف ريجن، هنا اتجاه التيارات راح تتغير، معناها الاي كوليكتر هو اللي راح يساوي الصميشن ما بين الاي بي والاي اي. وهنا عندنا البيتا ريفيرس ريشن ما بين الاي ايميتر على الاي بي، طبعا البيتا ريفيرس عاده تكون قليله مقارنه مع البيتا فور. طيب هنا احنا هاي حلول للامثله بالمحاضره السابقه، هذا الهوم ورك الثاني اللي كان يريد الباور ديسيبيشن، واحنا قلنا مره عند النو لود ومره عند اللود يساوي 2 الان، فالدائره نوضح هذه بالشكل كانه هذا اللود مالنا. طبعا احنا بامكاننا حتى نطبقها بالنو لود، اذا عوضنا عن الان صفر راح تكون الريشيو الموجوده بين الار بي على ان تصير ما لا نهايه، وما راح يصير اكو تيار، فممكن هاي تصير حاله عامه للدائره بالنو لود واللود حسب الان. الان صفر معناها نو لود، الان قيمه معناها اكو لود. طيب هنا راح نشوف شلون تعوضت ايجاد الاي التيار اللي طالع من المصدر البي سي سي عندما يكون الاخراج زيرو لوجيك، راح يساوي بالنو لود او باللود ثابت لانه اللود ما راح يتاثر، الترانستر اوف، ترانسترات اللود اوف، ترانسفير في سي ناقصا في سي سات اوفر ار سي، والقيم انطينا اياها بالمثال، فمباشره نعوض ونوجد قيمه التيار. بالاوتبوت هاي عندنا حالتين، قلنا عند النو لود فالتيار راح يطلع صفر، بعد هذه علاقه مباشره كيرشو في سي ناقصا دي بي سات على مجموع المقاومتين ار سي زائد ار بي على ان، هذا عند اللود راح نعوض طلع عندنا التيار. عندنا هسه حالتين بالنو لود، عندنا 5 فولت مضروبان في 0 زائد 4.8 على 2، وباللود عندنا بفرق عندنا بس اي سي سي بالخط هاي اللي هي صار معوضه، واوجد قيمه باور ديسيبيشن افريج. الهوم ورك الاخر كان اللي هو ايجاد فان اوت الهوم ورك 1، منطيني قيم، فمباشره انا عندي اهم قيمتين اوجدها اللي هي اي اوت والاي ان داش. الاي اوت طبعا والاي ان داش احتاج اوجدهم، اوجد الفي اوت هاي. بالحاله الاولى كان يريد من عندي عندما الفي اوت هاي تصل الى قيمه الفي ان هاي واللي هي تمثل عندي عاده احنا نقدر نسميها اللي هي اعلى اقل قيمه للون لوجيك. فالفي ان هاي اذا عوضنا حسب القانون مالنا اللي اخذناه بالمحاضره السابقه راح يطلع عندنا 2.72 واللي هي اقل قيمه ممكن تفتهمها دوار اللود انه هي 1 لوجيك، فاعتبرها هاي تمثل الفي اوت هاي مينيموم، واعوضها لايجاد الاي اوت والاي ان داش، فطلعت عندي التيارات كما موضح بالمثال، وهذه رياضيات. ثم اسوي الريشيو اللي هو ان يساوي اي اوت على اي داش، طلعت عندي 11.8 بعد ما عوضت. 11.8 هي تمثل عدد الدوائر اللي ممكن انا اربطها، لكن الدوائر هي انتجر فراح اخذ الاقل ما يصير اخذ الازيد، فعندنا الان طلعت 11 بالحاله الاولى. الحاله الثانيه اوجد الفي اوت هاي من النويز مارجن بمساواه النويز مارجن هاي مع النويز مارجن لو، فطلعت عندنا قيمه الفي اوت هاي مينيمم 3.22، معناها انه اني بدل ما انزل بمستوى ال 1 لوجيك الى 2.7 بالحاله الاولى، لا انا ما اريد انزل الى 2.7، انا ما اريد انزل حدي اللي هي 3.22، وهذه اضمن والسيفتي اكثر، فاعوض عنها اوجد منها الاي اوت والاي ان داش، وطلع عندي قيمه التيارين، واوجد الريشيو مالها الان، فتطلع عندي الان هنا 7.3 واللي راح اختارها هي 7. الهوم ورك الثالث كان اللي هو A بلس B كله دوت سي. طبعا احنا للسهوله من اجل ان نعرف دائما عندنا اذا كانت الترانسفرات توالي فهي دوت، واذا كانت توازي هي بلس. فلو نجي على هذه الدائره ونشوف الفي اوت داش هذا
يساوي مباشره بدون ما انظر، اللي عاد انظر ار سي مشترك وعندنا الترانسترات اما توازي او توازي، راح نلاحظ انه الاي والبي هم توازي واثنيناتهم توالي مع الترانستر السي، بما معناه انه انا عندي الفي اوت الاول لاول مرحله راح يساوي اي بلس بي كله لانه توالي اثنيناتهم مع السي، فراح يكون بين قوسين دوت سي وهذا كله بار. طيب من اجل ان اتخلص من البار ادخلها الى دائره انفرتر وتروح البار مع البار فتطلع عندي الفانكشن اللي كنا نريدها. طبعا ممكن انه انت تتلاعب بالفانكشن وتبسطه وبعدين تبدا تسوي الديزاين مالك، بس لازم يكون عمليه الكرنوماب اللي هي مثلا اي زائد بي، ممكن انا اقول انه هي اي بار دوت بي بار كلها بار، فممكن مرات تجيك الفانكشن شوية معقدة أنت تبدأ تبسطها وبعدين تبدأ بالديزاين، هذا ممكن ويجوز. فراح ندخل بالنوع الثاني اللي هو الدايود ترانزستور لوجيك. الدايود ترانزستور لوجيك هذا البيسك اللي راح نشوفه أنه هو كأنه مشتق من الـ RTL والدايود لوجيك. طيب مش راح يفيدنا هنا؟ راح يفيدنا بشغلة واحدة، أنه هو أنه تيار الادخال من يكون الانبوت 1 لوجيك راح يكون هنا عندنا صفر، ايش؟ لانه الدال ان راح يكون اوف مثل ما كان من بي ان 1 لوجيك. راح نجي نعرف شلون تشتغل هذه الدائره. فراح نبدا مثلا الفي ان تساوي صفر، متى ما كانت الفي ان تساوي صفر هنا الدايود ان راح يكون اون، واذا كان اون والفي ان مالت صفر فولت معناها نقطة الاكس الفي اكس مالتها قيمتها راح تساوي فولتية الدايود ان زائد الفي ان، واللي هي اذا كان الفي ان صفر فولت معناها هي في دايود بس. الفي دايود هي مثلا 0.7، هذه ال 0.7 الفي اكس تساوي 0.7 ما تكفي انه تخلي الترانستر مع الدايود ال اثنيناتهم يصيرون اكتف او اون. فبهذه الحالة راح يكون عندما الفي ان يساوي صفر الترانستر اوف والاخراج مالنا يساوي في سي سي، وهذه نعرفها من دائره الار تي او من دائره سهله. طيب اذا زيدنا الفي ان راح نلاحظ انه ما راح نقدر انه نخلي الفي اكس تصعد الى قيمه الفي بي اي فورورد والفي دائره ال اون الى ما تصل الى قيمه هذه الفولتيتين اللي هي الفي بي اي فورورد مثلا اذا اخترناها 0.7 والفي دايود 0.7، معناها متى ما وصلت الفي اكس عن طريق قيمه الفي ان اذا اخذناها كيرشوف بالادخال، هاي طبعا موجوده بالرسم عندنا هي اياها، الفي ان هنا تساوي في دايود ال زائد الفي بي اي زائد ناقص الفي دايود ان. فراح نلاحظ انه فولتيه الدايت مع فولتيه الدايت وحده تقدر تلغي اللوخ بالكيرشوف اللي معلوه بالازرق، لكن منو اللي راح يقابل منه؟ راح يقابل الفي ان مع الفي بي اي، الفي مع الفي ان مع الفي بي اي. اذا الفي ان وصلت الى قيمه الفي بي اي فورورد فالترانستر بدا دخل من الكت اوف الى الاكتف التوصيل، واذا الفي ان وصلت تجاوزت هاي القيمه بحيث انه صار عندنا الدايت ان اصلا اوف، معناها هسه الاعتماد كله صار على التيار يمر من الفي سي سي على الار بي على الدايود ال على الترانستر اللي هو الطرف البيس، وهذا التيار اللي يمر من الفي سي سي الى الار بي مرورا بالدايود ال مرورا بالبيس يكفي انه يحفز الترانستر ويخليه الساتوريشن، هذا حسب الديزاين. فنجي على خطوه خطوه ونشوف بالفي ان لو راح تكون قيمه الفي ان تساوي بالتاكيد بي اي فورورد اكتف، هذا اذا اول متحول من الكت اوف الى الاكتف. طيب اذا بدينا هنا قيمه الفي بي اي ساتوريشن، الفي ان تساوي في بي اي ساتوريشن، معناها هنا بدا الدايت هذا ان راح يصير اوف، واللي راح يحكم الترانستر هو التيار الار بي اللي راح يمر باتجاه ترانستر. بالبدايه قلنا اذا الفي ان صفر واقل من ال 0.7 راح يكون اتجاه التيار يمر
بالدايود ان من الفي سي سي على الار بي الى الدايود ان الى الفي ان، هذا مسار التيار. واذا زيدنا زيدنا لا، المساله راح تبدا تختلف، وراح يبدا التيار يتحول بعد ما يتحول الدايود ان الى صفر باتجاه الترانزستور، ويحفز الترانزستور انه يدخل الساتشوريشن. طيب راح نجي نشوف الفولتيات شلون نسبها. بالنسبه للفي اوت هاي احنا قلنا ترانزستور اوف، فالفي اوت يساوي في سي سي، فاللي هي اذا اخذناها 5 فهي 5 فولت. الفي اوت لو عندما الترانزستور ساتوريشن معناها الفي اوت راح يساوي في سي سي، واللي عموما راح ناخذها 2.8 2 العفو. والفي ان لو قلنا متى ما قيمه الفي ان صارت تساوي في بي اي فورورد اكتف، فراح تكون قيمتها 0.7 عموما. وقت عندنا الفي ان هاي، الفي ان هاي قلنا ماكو تيارات، متى ما الفي ان وصلت الى قيمه الفي بي اي فور ساتوريشن واللي هي عاده ناخذها 0.8، هنا راح يبدا ترانزستور يتحول من الفورورد الى الساتوريشن اللي هي عند الـ 0.8. شوفوا عندنا النقاط الفي ان لو والفي ان هاي كلش قريبه 0.7 0.8 عموما، او في بي اي فورورد في بي اي ساتوريشن، معناها منطقة الترانزيشن كلش ضيقة عملية التحويل. طيب هنا بيش فادتنا الدايود لوجيك عن الارتي لوجيك؟ هذا مثال بس يوضح انه احنا اذا احتاجينا نان بادخالات كثيرة بالدي تي ال ما راح تتأثر قيمة البي اوت، بالار تي ال تتأثر، لانه عادة البي اوت باللو هنا راح يصير السميشن مال في سي اي سات لكل ترانزستور. معناها ممكن انه انا اذا زيدت عن الحد، لو كان عندي مثلا 5 ادخالات بالناند مالي، راح يصير الفي سي اي سات مالي يساوي اذا كان 0.2 معناها 1 فولت، وال1 فولت هذه مع انهم كلهم ساتوريشن بالحق الاخراج يكون زيرو لوجيك، راح تكون قيمتها تتجاوز قيمه الفي ان لو اللي هي 1 فولت اكبر من ال 0.7. معناها اذا كان اكو ترانزستور كلود مربوط على دائرتنا راح يتهمها انه هي زيرولوجيك، مع انه هو اخراجنا هو زيرولوجيك. على عكس الدايد ترانزستور، بس مجرد انه ازيد الدايدات دايد على بهذا الشكل حسب ما موضح، انه انا راح احصل على ناند، كل ما ازيد عدد الدايدات راح يزيد عندي ادخال مع الناند النمبرز، ولا تتاثر قيمه البي اوت لا زيرولوجيك ولا ون لوجيك. راح ناخذ دائره اخرى اللي هي الموديفاي. هنا راح نشوف انه هو مجرد هنا زيدنا ار دي مع مصدر في اي، هذا الار دي مع الفي اي هدفه انه هو يسوي تسريع بعمليه تحول الترانزستور من الساتوريشن الى الكت اوف فيقلل الديلي. وضفنا دايود اخر دايود لود 1 دايود لود 2 من اجل انه احسن بالنويز مارجن. العفو. طبعا هاي المحاضرة أنا خلصت، راح نحول على المحاضرة الثالثة. العفو. هذه هنا هاي حكينا عليها، وراح نشوف انه عندنا بالنسبة للفي اوت هاي راح يكون اكيد يساوي بي سي سي، والفي اوت لو اكيد راح يساوي بي سي سي مثل ما حكينا. هنا احنا عندنا زرزاق بالمعادلة، معناها في ان لو تغيرت من قيمه 0.7 صارت 0.7 زائد 0.7 حسب المعلقه اللي كانت مكتوبه عندكم امامكم، هي في دايد ال و 2 او 1، بس وحده منهم انحذفت مع الدايد ان فظلت وحده، ففي دايد ال 2 مع الفي بي اي فورورد راح تصير 0.7 0.7 1.4. واذا اخذناها الفي ان هاي راح نقول في دايد 2 بالاون زائدا في بي اي سات راح تصير 1.5. طيب الدائره المطوره اكثر هي ترانسفير موديفاي دي تي ال اللي هي بهذا الشكل. طبعا اكيد لها فوائدها، راح نشوفها انه هي بيها ترانستر، هذا الترانستر كانه استعاضينا عن الدايود الثاني الدي ال. فاذا الرو كانت اللي موجوده بها الرو ار بي 1 ناقص رو ار بي كانت قيمتها 1، راح تتحول هذا الترانستر مع الواحد ناقص رو ار بي كله راح يصير كانه دايود واحد، ونرجع الشكل الى اعلاه كما موضح. ف
فممكن انه اني اذا اجي السؤال واحد فكانه الدائره رجع للدائره اللي فوقها واللي هي عباره عن دايود واحد دايود 1 مع دايود L2 0. الار دي هنا فوق كان عندنا مصدر قيمته في، هنا ما عندنا مباشره الترانستر هذا هو راح يسهل عمليه التحويل الترانستر الاخير اللي هو الاخراج مالنا من الساتوريشن للاوف، فما نحتاج المصدر، بس يكفي انه نربط الار دي هم يسرع لنا او يقلل لنا من الديلي. طيب راح نجي نشوف شلون تشتغل الدائره. راح ناخذ مباشره، طبعا هاي نقاط وفقكم انه ايش يعزز وايش ما يعزز. بالنسبه للدي تي ال عموما الفان اوت راح يكون اعلى لانه الدايود ان راح يكون اوف، وايضا نحصل باضافه الدايود ال والترانس على اللو. طيب نجي على المثال مباشره بالارقام. هنا عندنا هذه الدائره منطيني اياها، منطيني الار قيمتها الار سي، الرو ار بي منطيني اياها 1 ناقص رو ار بي منطيني اياها، والفي دايود والفي بي اي فورورد والفي سي اي ساد. طيب راح نجي مباشره الفي اوت هاي قلنا ترانستر اوف فهي في سي سي، الفي اوت لو هي في سي ساد مباشره، والفي ان لو الفي بي فورورد مثل ما حكينا وطلعنا مباشره نفس القيم. فقط هو اراد من السؤال اللوجيك سوينج واللي يمثل عندي الفرق بين الفي اوت هاي ناقصا الفي اوت لو، والفولتج ترانزيشن ويث هي الفرق بين الفي ان هاي والفي ان لو، والنويز مارجن احنا اخذناها وقال لنا اريد قيمه الرو. طبعا هاي مباشره رياضيات راح اعوض بسهوله كلش. راح نجي على مساله الفان اوت، هذا النوع من الدوائر واللي هي قيمة عدد الدوائر اللي ممكن تربطها بالإخراج دون أن تأثر على عمل دائرة الدرايف. طبعا هاي المسارات احنا كما أخذناها راح نجي نشرح عليها شوية شوية. عموما نحن عندنا راح ناخذ حالة الزيرو لوجيك، لأن الون لوجيك قلنا الدايود إن هو أوف، فبالزيرو لوجيك أصلا احنا عندنا هذا اتجاه التيارات وهذه التيارات الأخرى. احنا التيارين المهمين اللي عندنا هو الآي إن لو داش والاي اوت لو اللي هو للدرايف. الاي ان لو داش هو سهل لانه اخراج الدائره الدرايف من يكون زيرو لوجيك معناها هي في سي ساد، فمباشره اقدر اخذ كيرشوف، والكيو ال هنا هو اوف اصلا ماكو تيار باتجاه الدايل ال بالنسبه للود، فراح مباشره اخذ كيرشوف في سي سي ناقصا في سي اي ساد اللي هي قيمه الزيرو لوجيك لدائره الدرايف قسمه ناقصا الدايود ان طبعا قسمه مجموع المقاومتين اللي هي راح تساوي ار بي، هذا مع الاي ان لو داش. الاي اوت لا، هنا الاي اوت راح يساوي حسب العقده اللي موجوده على الكوليكتر راح تساوي اي سي ناقصا اي ار سي. الاي ار سي انا سميتها اي 1 اللي هي في سي سي ناقص في سي سات على ار سي مباشر، هذا سهل يطلع. بقى الاي سي، الاي سي هنا احنا نوجده من الاي بي، وطبعا هو بالحقيقه انطينا الكي اللي قلنا عليه، فنوجده عند كانه الترانسفير استوى دخل بالساتوريشن، فنوجد الاي بي. اي بي شلون نوجده؟ حسب الطرف البيس راح نشوف عندنا تيارين بالعقده ما عدا الاي بي، هو اي 2 واي اي ايميتر لود واللي هي تابع للترانسفير كيو ال، العفو اي ال اللي هي مال كيو ال ترانستر ال. طيب الاي 2 هذا سهل لانه الترانستر مالنا بالاخراج هو ساتوريشن، فمباشره كيرشوف راح اقول الفي بي سهل على الار دي طلع الاي 2، هذا سهل. بقى عندنا الاي ايميتر للال الترانستر لل، هذا احنا راح ناخذ كيرشوف حسب هذا المسار الازرق الواضح امامنا انه للفي سي سي عندنا باتجاه الار بي ان، باتجاه الفي بي اي مال كيو ال، باتجاه الدايود ال، باتجاه الفي بي اي في بي اي للكيو او ساتوريشن ثم الى الارضي. هنا شغله واحده احنا راح نبسطها، الا وهي احنا راح نقول التيار اللي يمر بالار 1 ناقص رو ار بي هذا هو تيار البيس كيو ال. طيب ليش ما حكينا على الدايود ان بالدائره الدرايف بالادخال؟ لانه عندنا الفي ان عندها هي 1 لوجيك والدايود اوف،
فما عندنا تيار باتجاه الادخال، بس التيار باتجاه الترانزستور للاخراج. طيب هذا التيار اللي حيمر من الواحد ناقص رو ار بي نعتبره كلش قليل، فنعتبر انه هو الفولتيه على طرفيه اصلا صفر، فراح نقول في سي سي ناقصا في بي اي للترانزستور كيو ال برود اكتف، هذا ناقصا في دايود اون للدايود ال ناقصا في بي اي سات للترانزستور اللي بالاخراج. كل هذا على رو ار بي باعتبار انه تيار اللي يمر بالبيس مال كيو ال كلش قليل فنهمله. وطبعا انا كاتبه بين قوسين هذا تيار انه نعتبر الغرفه الفولتيه على طرفي الواحد ناقص رو ار بي هي صفر. هذا تبسيط، هذه كقانون. طبعا هنا المثال مثال جانب بالارقام، بس اخذنا للبيس ناند، راح نجي نشوف البيس ناند شلون تنحل. طبعا البيس ناند اللي هي هذه، هذا البيسك راح نشوف هسه. بالحق كان وضحناها، هي انا الدائره بالاخير موجوده. طيب ليش ما كتبناها مباشره؟ راح نجي نشوفها هسه. بالنسبه للاي ان لو طبعا ورد الان البيسك دي تي ال ناند جيتس هاز ار بي مقدنيه ار سي مقدنيه ار دي الرو. طيب اذا هذا الترانستر موديفاي، هنا المسمى غلط لانه انطاني رو الرو 0.46 والكي منطينا اياها. وخلينا نشوف المعادلات هي نفسها بالمثال مالنا، نتاكد بس من عندها اي ان لو. تمام، اذا هي هذا السؤال مالنا نفسه هذا. اذا هذه الدائره اللي هي ار ترانستر موديفاي، الترانستر موديفاي ما بيسك، هذه القيم مالتنا اللي نفس الدائره هذه، وبس بالارقام راح نبدا نعوض ونوجد القيم. فكل القيم مباشرة من القوانين نعوضها ونوجدها، راح نشوف انه الاي ان لو داش لللود طلع 1 point something ملي امبير، والاي اوت لو طلع عندي تقريبا 65 ملي امبير، وطلعنا الان اللي ممكن اني اوجدها لدائرة الار تي ال موديفايد دي تي ال امب طلعت 59 point something، واحنا راح ناخذها بدون كسر 59. بالبيسك هسه هذا المثال الثاني، هي لدائرة البيسك، هنا الدائرة اختلفت، فراح نجي نشوف التيارات أيضا عندما الإخراج مالنا للدرايف كان الزيرو، ونشوف التيارات شلون تنحسب حسب الدائرة مالتنا هنا مباشرة. نعطيك المثال ما شرحت عنه، بس ساعدنا بالرسم الثاني كل مسار واللوب ماله شلون نحسب هاي اتجاهات التيارات. احنا أهم تيارين قلنا هو الاي اوت لو والاي ان لو داش. طيب بالنسبه لاي ان لو داش جاي من تيارين اي 4 داش واي 5 داش حسب العقده اللي موجوده بين الدايل ان والدايل ال بدائره اللودز. طيب نحسبها هسه، راح نجي نحسبها واحد واحد. لو نجي على الاي 4 داش، الاي 4 داش احنا عندنا مسار نشوف اللي هو مسار البينك، هذا البينك من الفي سي سي الى الار بي داش، طبعا كل هذا باتجاه اللود ثم الدايل ان ثم الترانسفر لإدارة الدرايف في سي اس. مباشرة أنا راح أقول إنه الآي 4 راح يساوي في سي سي ناقصا الفي دايد أون ناقصا الفي سي سايد لإدارة الدرايف كلها قسمة الآر. هذا يطلع الآي 4 داش. لو نجي على الآي 5 داش، الآي 5 داش هذا المسار الأصفر عندنا لوب كامل ينطيني الآي 5 داش فولتي على طرفي الآر. فناخذها ككيرشوف، راح تكون اذا اخذناها خلينا نشوف السر اي 5 داش، بدينا من المصدر، المصدر مالنا هذا قيمته 2 فولت اعتقد بالسؤال. خلينا نشوف السؤال الفي اي اي اعطيني اياه بالسؤال. نعم طبعا انا هنا اسميها في بي، هي في اي اي هي ماينس 2، فحسب الكيرشوف راح تكون عندنا 2 زائدا بي سي اي سات اللي هي 0.2 زائدا الفولتي الدايود مال ان هم 0.7، بعدين ناقصا 2 في دايود اللي هو دي ال 1 دي ال 2. هذا طبعا عندي الكيرشوف اللوبر، هذا كله هي الفولتيه على طرفي الار دي، وقسمه الار دي طلعت تيار
حسب اتجاهه اي 5 داش. هذول التيارين من عندهم اوجد الاي ان لو بالانبوت باللودز واللي هو احد القيم اللي ممكن اوجد منها الفان اوت. طيب اجي على العقده، العقده الاحظ انه التيار الاي ان لود داش والاي 4 داش والاي 5 داش اللي داخلين هو الاي 5 اللي داخل هو الاي 4 فقط، واللي خارج هو الاي ان لو داش والاي 5. معناها الاي ان لو داش يساوي الاي 4 ناقص الاي 5 حسب كيرشوف للتيار بالعقده ما بين الدايود ان والدايود لود دائره اللود. طيب هذا كله بدا اوجد الاي ان لو داش. نجي على ايش الاي اوت لو. الاي اوت لو هم من عندي عقده على الكوليكتر بدائره الدرايف، واكو تيار داخل اي اوت لو وتيار داخل هو تيار الاي ار سي اللي سميناه اي 1، وتيار خارج باتجاه الكوليكتر هو اي سي من العقده. طيب اي 1 سهل، قلنا في سي سي ناقص في سي سات على ار سي، هذا طلع، ضل عندنا الاي سي. الاي سي نوجده من الاي بي، وهم تقريبا هي تماثل الدائره السابقه اللي هي الار تي ال موديفايد. هم لازم اوجد الاي تيار الار دي اللي هو مباشره اي 3 بسميه، راح يساوي في بي اي سات على الار دي، العفو لا هنا دخل عندنا مصدر، فراح يساوي في اي اي قيمته زائدا في بي اي على الار دي اللي هو اي 3.7 زائد 2 على 5. وبالنسبه للاي بي هذا جاي من الاي 3 ومن الاي 2. طبعا العقده اللي موجوده فوق الار دي عندنا التيار اللي خارج اي 3 واي بي، والتيار الداخل هو اي 2. طلعتنا اي 2، اي 2 شلون اوجده؟ هم من سار الازرق كله في سي سي ناقصا 2 في دايود اون ناقصا في بي سات قسمه الار بي. طبعا بس كير شوف تسوي، ما تحفظ قوانين، لان تحفظ قوانين راح تتعب. طلعنا تيار اي 2، طلعنا تيار اي 3، اي بي راح يساوي بالتاكيد تيار التيارات الداخلة تساوي الخارجة، فاي بي راح يساوي اي 2 ناقصا اي 3. فاي بي طلعنا اي 2 ناقصا اي 3 موجودة قيم، ثم وجدنا الاي سي يساوي بيتا فورورد في الاي بي. هنا اذا ماك معطاني قيمة الكي اعتبرها واحد، فاخذناها واحد وضربنا بيتا فورورد في اي بي وطلعنا قيمة الاي سي، وبعدين طلعنا الاي اوت. وبعدين مباشرة من طلعنا الاي اوت لو والاي ان لو داش قدرنا نطلع قيمة الفان اوت. طيب هسه راح نشرح مسألة الباور ديسيبيشن اللي هي تقريبا لكل الدوائر، احنا راح نفوت على الفان اوت وراح نفوت بالباور ديسيبيشن. الباور ديسيبيشن لدائرة الار تي ال موديفاي دي تي ال نان دي تي ال راح نشوف بهذا الشكل، راح تنحسب طبعا وذ لود وذ نو لود، راح نجي ناخذها كل من على حدة. بالنسبة إذا كان عندنا الإخراج هاي، فالدوائر مالتنا ما راح تسحب تيار بالنسبة للهاي، لأنه الترانسفرات مالتها اللي بالإدخال دايد إن أو دايد 1 كلها أوف، فماكو تيار. فيبدي أشوف الباور ديسيبيشن، أنا عندي بالإخراج هاي الترانسفر أوف 1 لوجيك إخراج، والإدخال مالي قيمته زيرو لوجيك، معناها أشوف مسار التيار اللي راح يطلع من المصدر بس المسار الازرق فقط، فراح نحسب هذا التيار بشكل سهل. واحنا طبعا اخذنا قانون في سي سي ناقصا في دايود اون ناقصا ال1 زيرو لوجيك اللي هو قيمته في سي اي سات قسمه مجموع المقاومتين اللي هي رو ار بي 1 ناقص رو ار بي. هذا التيار احنا نحسبه، هذا التيار هو يمثل طبعا احنا مسمينه قلنا هو يمثل اي ان لو نفسه. طيب من يكون عندي الاخراج لو المساله تختلف، راح نشوف انه عندنا يكون عندنا الاخراج لو معناه الترانسفر مال الدرايف كان كله طبعا احنا كحاله عامه، انه انا عندي تيار داخل بالار سي هو اي 1 سميناه هنا، وعندنا تيار هم طالع من المصدر الفي سي سي لكن من خلال الار بي الرو ار بي وباتجاه الترانسفر الكيو. الاي 1 هو مباشره سهل في سي سي ناقصا في سي سات على ار سي كيرشوف، وعندنا الترانستر مان زيرو ساتوريشن لان الاخراج زيرو لوجيك. والتيار هنا هسه راح نجي نحسب التيار هذا اللي هو بالمسار الازرق شلون نحسب، واللي هو اخذناه بالمحاضره قبل شويه بحساب الفان اوت. هذا المسار الازرق في سي سي ناقصا الفي بي اي فورورد ناقصا في دايود اون ال
ناقصان الفي بي اي ساتوريشن للكيو، كلها قسمه الرو ار بي باعتبار انه الاي بي يساوي صفر مثل ما حكيناها بالقانون النفسي السابق. هذا التيار هنا طرح، والتيار الثاني هو تيار اللي مر هذول التيارين اللي هو لدائره الدرايف مالنا. لكن اذا كان عندنا لود هنا راح يزيد عليه هنا اكو تيار يطلع من المصدر باعتبار الدرايف واللود من نفس المصدر يغذون، ولهذا دخلناه بالمعادله الباور سيتيشن. لازم ندخل المعادله الاي ان لو داش. الاي ان لو داش احنا اخذنا شلون طلعنا بالمحاضره قبل شويه من حكينا عن الفان اوت، فمباشره هذا هسه نقدر اقول كيرشوف تي سي ناقصا في ان او دايد 1 اون ناقصا الفي سي اي سات قسمه مجموع المقاومتين هذا اتجاه التيار واضح كما نوضح بالشكل. نوجد ونجمع التيارات كلها، طلعنا تيار اللود عندنا بس ان في اي ان لو داش. طبعا هنا عندنا هم عن نحكي على الفلتر، فطلع عندنا المعادله بهذا الشكل مثل ما اخذناها بدوائر الار تي ال. اللي يزيد عليه هو الدائرتين الاساسيتين البيسك الناند والنور. طبعا الناند قلنا بس نزيد عدد الاعداد بالادخال، فراح عندنا ناند كل ما نزيد عدد الاعداد نحصل على ناند. وبالنسبه للنور كانه هي دائرتين انفرتر بس الار سي مشترك والترانسترين على التوازي مثل ما اخذنا بدائره النور. اي واحده من الترانسترات هي اون راح يكون عندنا الاخراج زيرو لوجيك، حاله واحده من يكون عندنا الترانسترين اوف راح يكون الاخراج مالنا 1 لوجيك. طبعا هذه دوائر بيسك ناخذها ما راح نعقد بها خاصه بالديزاين، هي هاي اللي نريد تتعلمون عليها. ما اخذنا اكثر من هذا، اذا ما افتهم الدوائر شلون المسافات والكيرشوفات ما راح اقدر أضحكي. فاتمنى من عندكم طلاب انه انتم يعني ما تحفظ وانما تفهم زين. اذا افتهمتوها راح تكون ما تتراكم عليكم قوانين تقولون استاذ عندنا هاي قوانين كثيره ما نقدر نحفظها، فافهم الموضوع احسن واقرا. واذا عندكم اشكاليه باي دائره باي قانون تقدرون تراجعون المصدر اللي هو انا اعطيتكم اسمه، اعطيتكم اصلا الواجهه مالته. واذا ما افتهمتوها ممكن ايضا ترجعون يوم المختبر نتواجه، اي طالب عنده سؤال يقدر يسأل. وشكرا. اذا احد عنده سؤال ممكن يسأل هسه شباب، اللي عنده سؤال يسأل. واذا استخدمنا على المادة بس العفو الخميس تجيب فلاش حتى ناخذ الفيديو المسجل لو على الاسبوع اللي بعده. اذا كملتوا جبتوا، ما كملتوا الاسبوع اللي بعده ان شاء الله، لانه راح يكون يعني خلينا نقول مفصل اكثر. زين تمام استاذ. زين شباب، ما حد عنده سؤال؟ اذا انا اودعكم، شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ.